أسعد الله أوقاتكم. ما قصة انتفاضة 23 مارس 1965 بالدار البيضاء؟ كيف بدأت بقرار وتطورت مثل كرة الثلج التي تحصد المئات من الأبرياء أمامها؟ ولماذا اعتبرت نقطة التحول الكبرى في تاريخ المغرب المعاصر؟ وما مسار الأحداث؟ بداية، وقعت بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 22، 23، 24 مارس 1965 حوادث خطيرة كانت بمثابة إدانة شعبية صارخة لسياسة الحكومة، إذ خرج تلاميذ المدارس والثانويات في مظاهرات سلمية نظموها احتجاجا على سياسة الحكومة في تسري بقرار عبر منشور صدر في 19 فبراير 1965 من قبل وزير التعليم يوسف بن العباس الطارجي، والذي يقضي هذا القرار بطرد التلاميذ من المدارس والثانويات وحرمانهم من اجتياز شهادة البكالوريا. كان القرار الذي اتخذته الحكومة في تلك الفترة كتطبيق للتصميم الثلاثي بشأن التعليم، حيث اتخذت إجراءات تقضي بأن يطرد من المؤسسات التعليمية العمومية التلاميذ البالغون من العمر 15 سنة من السنة الأولى، والبالغون من العمر 16 سنة من السنة الثانية، والبالغون 17 من السنة الثالثة، بحيث أن التلاميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الابتدائي أو الثانوي في سن محدد لظروف ما سيصبحون مهددين بالطرد. والغريب في الأمر أن هذا القرار اتخذ قبل المصادقة على التصميم الثلاثي الذي كان معروضا على مجلس النواب، ولهذا قرر تلاميذ وتلميذات المدارس والثانويات القيام بإضراب عام استنكارا لقرار وزارة التعليم، وبدأوا مظاهراتهم السلمية للتعبير عن استنكارهم. لذا كان المخطط الذي يجعل مصيرهم مظلما ومستقبلهم مجهولا. المشهد الأول كان يوم 22 مارس 1965، يوم احتجاج وإضراب، حيث تفرق التلاميذ المتظاهرون في شوارع المدينة هاتفين التعليم لأبناء الشعب. كان سن المتظاهرين يتراوح بين 10 و17 سنة. في البداية كانت الانطلاقة من الدار البيضاء من مجموعة من المدارس والثانويات كثانوية محمد الخامس وثانوية الخوارزمي وعبد الكريم الحلو والأزهر وغيرها، والتحقت بهم الجماهير، ليتحول الإضراب إلى انتفاضة شعبية. وإثر ذلك تدخل رجال الشرطة وأفراد القوات الاحتياطية لتفريق تجمعات التلاميذ وتشتيت مظاهراتهم السلمية، وكان رجال الأمن والسيمي والقوة مستعملين القوة ببأس شديد في معاملتهم للمتظاهرين، حيث واجهوهم بالضرب الوحشي وفي كل مكان من أجسادهم، مما جعل المتظاهرين يدافعون عن أنفسهم، خصوصا بعدما بوشرت عملية الاعتقالات الجماعية في صفوفهم. وفيما بعد تدخل عموم المواطنين للدفاع عن أبنائهم وبناتهم، فما كان من قوات القمع إلا أن تتمادى في معاملاتها الوحشية مستهدفة الجميع بمن فيهم الأمهات والآباء. المشهد الثاني في صباح اليوم الموالي، أصبح الجو متوترا، حيث استمر الإضراب ومظاهرات التلاميذ المحتجين ضد قرار الطرد من المدارس، كما أن هذه الإجراءات مست آلافا من العائلات في جميع مدن المغرب.
وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع هذه الانتفاضة. وسرعان ما تعززت صفوف المتظاهرين بآلاف من الشباب، وفيما بعد أطلقت المسيرات الاحتجاجية للتلاميذ والطلبة في بعض المدن المغربية كالرباط وفاس وغيرها. المشهد الثالث: انفجر غضب الجماهير في انتفاضة شعبية عارمة. ركزت هذه الجماهير الثائرة في الدار البيضاء هجوماتها على السجن المدني وعلى مراكز الشرطة، وأضرمت النيران على مخازن التمويل، وتوقف العمال عن العمل، وأغلقت المتاجر، وكانت إضرابات شاملة وعامة، والجميع يصب غضبه واستنكاره للقمع والتعسف الذي شمل كل شرائح المجتمع. ورفعت شعارات تندد بقمع الطلاب، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين رجال القوة وعموم السكان، حيث كانت مدينة الدار البيضاء مسرحا وبعض المدن المغربية مسرحا كذلك. بعد ظهر يوم 23 مارس 1965 لأحداث خطيرة، حيث واجهها نظام الحسن الثاني بالقوة والقمع والعنف، وتدخلت القوات الأمن بإشراف الجنرال محمد أفقير بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الأحياء الشعبية، حيث كان يتتبع الأحداث عبر مروحية تجوب أجواء الدار البيضاء ويعطي الأوامر باستعمال النار على المتظاهرين. خلف استعمال الرصاص الحي وتدخل القوات المساعدة وسقوط العديد من القتلى ومئات من الجرحى واعتقالات واسعة في صفوف التلاميذ والطلبة وعموم المواطنين. واكتسحت الدبابات ليلة 23 مارس الشوارع وفتكت بمئات العمال والشباب والعاطلين نساء ورجالا. المشهد الرابع: كانت الأحداث على قدر كبير من الخطورة، حيث نزلت قوات الاضطهاد والقمع على التلاميذ والطلبة المتظاهرين بالأزقة والشوارع بمدينة الرباط، حيث كان الضرب والاعتقال في صفوف المئات من الأطفال والتلاميذ والطلبة، والتي استحملت جميع وسائل القمع لتفريقهم. ومن بعد اتجه المتظاهرون إلى مقر وزارة التعليم وأخذوا يهتفون مرددين شعارات مثل أعطوا الكلمة للشعب، وبالعباس سير في حالك، التعليم ماشي ديالك. وقد هبت قوات هائلة من رجال الشرطة والسيمي والقوات الاحتياطية، وأخذت تشتت المتظاهرين بقمع وحشي متناهٍ، مستعملة القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي. المشهد الخامس: في ظل هذه الأحداث المؤلمة، تم حجز جرائد حزب الاتحاد الوطني للقوة الشعبية، وهي المحرر وليبراسيون والأهداف، من طرف الرقابة، وأصبحت المراقبة البوليسية مستمرة لأسابيع على مطابع دار النشر المغربية، حيث كانت تطبع جرائد حزب القوة الشعبية، وذلك من أجل ضرب الحصار على أحداث القمع الدامية. المشهد السادس: بعد شهرين على الأحداث، جاءت إجراءات سياسية، منها تعليق الحسن الثاني للدستور وحل البرلمان وإعلان حالة الاستفتاء في 7 يوليو 1965 خلال 5 سنوات، حيث أصبحت جميع السلطات في يد الملك كحاكم مطلق، وتم الاختطاف والاغتيال الذي تعرض له الشهيد المهدي بن بركة في 29 أكتوبر 1965، وهيمن الجمود في الحياة السياسية، وأدى ذلك إلى محاولة الانقلاب الفاشلة الأولى في 10 يوليو 1971، والثانية في 16 أغسطس 1972. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة حول
انتفاضة مارس 1965، وإلى لقاءات متجددة بحول الله، كان معكم عبد الله. لا تنسوا دعم هذا المحتوى ودعم القناة، شكرا لتفاعلكم، شكرا لاقتراحاتكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.